صراحة السيد الوزير ما عرفتش علاش من عالم قروي كتكلم واش العالم القروي اللي كنعيش فيه انا ولا شي عالم قروي اخر. انا كنترأس جامعة قروية صفر اصلاح اللي دار المدارس العمومية السيد الوزير. واش هاد الناس ما محقهمش انهم حتى هما يقراو في حجرات دراسية كتليق بهم؟ قلتي حالا بان 2 مليار، حنا على سن على دورنا السنة مازال ما دار والو. انا ما فهمتش هاد الارقام الان اللي عطيتيها فينا هي على ارض الواقع. انا حاليا ما كنشوف حتى شي حاجة، لا سيما انا كنمثل واحد الاقليم مثلا اقليم بني ملال اللي غادي نقول لك تقريبا 60 ولا 70% كله مجال قروي وجبلي اللي ما دار فيه والو. وبالتالي ملي كتجيو اليوم كتعطيونا اليوم ارقام راه هذه مستفزه لينا حنايا اللي كنمثلوا هاد الناس، باش نجيو نقول لهم اودي غادي يجيو يسمعوك يقولوا او دار هادشي. وفينا هو على ارض الواقع السيد الوزير؟ فينا هو ارض الواقع؟ جيتوا اليوم قلتوا لنا حنا حكومه اجتماعيه اولوياتنا ديالتنا التعليم، اش درتوا؟ حاليا التنظير والواقع شيء اخر، كانكم تنظرون في واحد الواد وتطبيق في واد اخر. كتقولوا لهاد الوليدات بانهم ما كيستحقوش انهم يقراو في ظروف جيده، كتقولوا لهم بانكم فرق كبير بينكم بين ابناء المدن. حشومه السيد الوزير، داخل هاد القبه كاملين اللي عندهم علاقه بالعالم القروي كيشوفوا الحاله المزريه واللا انسانيه لبعض المؤسسات التعليميه واللي ما كتليقش بجوده التعليم واللي ما كتليقش كذلك بطموحات النموذج التنموي اللي كنتم مشرفين عليها السيد الوزير.